بالنسبة للنتيجة، الخسارة في كأس العالم هي نتيجة يمكن أن تحدث كثيرا. العديد من المنتخبات الوطنية في مبارياتها الافتتاحية كانت لديها نتائج غير مرغوبة، ولكن بعد النتيجة كنا نرغب في إظهار المزيد من المستوى التنافسي لنصل إلى مستوانا، وهذا ما سنحاوله بدءا من اليوم. ربما كنا متوترين وقد أثر ذلك على اتخاذ القرار والتنفيذ. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لنكون على طبيعتنا مرة أخرى. الآن في المباراة التالية سنحاول إظهار مستوانا الحقيقي، بحيث إذا شاهدنا الناس نلعب فإنهم يعرفون أنه يمكننا تقديم أكثر مما قدمناه في المباراة الأولى. سنحاول ذلك، ونريد أن نكون منافسين وأن ننافس بقدر ما نستطيع ضد السنغال، والتي نعرف أن لديها العديد من نقاط القوة ونقاط الضعف القليلة. الفريق في حالة جيدة للغاية رغم الخسارة أمام هولندا. فريقنا استفاد من درس الهزيمة أمام هولندا. لم نلعب بطريقة سيئة في المباراة أمام هولندا المصنفة الثامنة عالميا، مستعدون تماما لمواجهة قطر، وليس لدي أي شك في قدرة لاعب منتخب السنغال. نتطلع لمواجهة قطر يوم الجمعة، حيث سنواجه منتخب قوي.